رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا. ومنورنا دلوقتي استاذ محمد السيد الناقد الرياضي في الاخبار المسائي. مساء الخير عليك. مساء النور عليك وعلى كل المشاهدين. منورنا اكيد في كلام في الميديا وفي قناه النادي الاهلي. طبعا هنتكلم اكيد عن خساره النادي الاهلي امبارح قصاد بيراميدز بهدفين لهدف في اللقاء المؤجل من الاسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز. شفت اداء النادي الاهلي ازاي؟ اداء النادي الاهلي امبارح ممكن نقسمه جزئين. الشوط الاول ده كانت مباراه وشوط تاني مباراه تانية. ويمكن عجبني جدا تصريحات مارتن لاسارتي بعد المباراه واللي اتكلم في الجزئيه دي واتكلم بواقعيه جدا. الاهلي الشوط الاول ادى شوط كويس جدا. صحيح. قدر يتفوق ويقفل كمان مفاتيح لعب كتير في فريق بيراميدز ويشكل خطوره على دفاع بيراميدز. يمكن شفنا اكتر من هجمه، شفنا الاهلي مستحوذ، شفنا الاهلي مسيطر على وسط الملعب عكس ما كانت الناس متخوفه. لا، الاهلي كان افضل في الشوط الاول. اللياقه البدنيه ساعدت اللعيبه في الشوط الاول. التكتيك انا كنت شايف ان في حاجه جديده امبارح او في شكل مختلف شويه. الثنائي اكيد رمضان صبحي عمل فرق الشوط الاول. يمكن من الاسباب اللي تراجعوا الاداء في الشوط الثاني ان رمضان صبحي بدنيا ما قدرش يكمل بنفس المستوى اللي بدا بيه الشوط الاول. يمكن كنت بتكلم مع بعض الاصدقاء، استنفذ كل طاقته في الشوط الاول، ما قدرش يوزع المجهود بتاعه على مدار الشوطين. يمكن لو كان موجود بنفس مستوى الشوط الاول كان فرق مع الاهلي في الشوط الثاني. في الشوط الثاني اختفى مع تراجع بدني لبعض اللعيبه خصوصا في الجانب الهجومي واصابه وليد ازارو. صحيح. يمكن والهدف اللي جه في الشوط الثاني اللي في جه في بدايه الشوط الثاني اثر معنويا طبعا. مع اول ثلاث دقائق من الشوط الثاني يعتبر اول هجمه. صحيح. يعتبر اول هجمه بهدف ومن خطا، انا شايفه خطا طبعا من محمد الشناوي حارس المرمى. مع الاخطاء مع التراجع البدني الاهلي الشوط الثاني ظهر بشكل يمكن اقل مش قد كده اقل من الشوط الاول. واللي عاجبني الاكتر زي ما قلت لك اعتراف المدير الفني ان في اخطاء في الشوط الثاني وان في تراجع في الاداء في الشوط الثاني وهيشتغل عليها. يمكن دي اول مباراه للمدير الفني. اكيد. يمكن انا كنت متحفظ شويه على التوقيت ان هو يتولى الاداره الفنيه في المباراه دي. مباراه هامه زي دي. في المباراه دي انا كنت اتمنى ان هو يكون قبليها بمباراه او مباراتين ياخد الاجواء بتاعه الفريق، يتعرف اكتر. طبعا اربع او خمس ايام ما تعرفش على امكانيات اللعيبه اللي عنده طبعا بشكل كافي. يمكن حتى ممكن نقدر نقول انه حفظ اسامي اللعيبه كلها. بيتمرن كان بيشتكي كان بيتكلم ان في 42 لاعب بيتمرنوا معاه. طبعا عدد كبير بالنسبه للمدير الفني جاي في وسط موسم وفي ضغط مباريات، عايز يتعرف على كل الكم ده من اللعيبه. هتاخد معاه وقت طبعا، لكن اعتقد ان هو ما بيحطش مبررات، عايز يحط حلول سريعه لان عنده مباريات. تتابع مباريات طبعا مهمه جدا. يمكن عندنا يوم الثلاث مباراه مع سموحه، مباراه صعبه برضو في الدوري، بعدها يخش الاجواء الافريقيه مباراتين ورا بعض برضو في منتهى القوه مع فيتا كلوب ومع شباب الثوره الجزائري. صحيح. اعتقد ما فيش وقت للوقوف عند الهزيمه دي. لا، لازم يشتغل على الاخطاء بصوره سريعه جدا، يتدارك الاخطاء دي في المباريات اللي جايه. ويمكن من ضمن الحاجات المهمه او المطلوبه التعاقد مع مدافع والتعاقد مع ديفندر. ويمكن بعد اصابه وليد ازارو اعتقد ان هي هتطول، هتقعد تعدي مثلا توصل للشهرين. اعتقد ان في حاجه لمهاجم جديد. ويمكن لو حتى ما تمش التعاقد مع مهاجم جديد اعتقد ان قيد عمرو جمال اصبح دلوقتي امر ضروري جدا. صحيح. وده اللي شفناه النهارده كمان في المباراه الوديه اللي كانت ما بين النادي الاهلي وما بين جمهوريه شبين. صحيح. انتهت بثلاث اهداف للا شيء لصالح النادي الاهلي. شفنا فيها تالق عمرو جمال كمان في اللقاء ده، واضح ان هم بيحاولوا يجهزوه للقاءات القادمه. اعتقد ان عمرو مش غريب او يعني عمرو جمال مش غريب على فريق النادي الاهلي طبعا. وطبعا من المهاجمين المميزين جدا في الدوري. يمكن فترة الست شهور دي بعد عن الأنظار أو بعد عن المشاركة في المباريات بصورة كويسة. أعتقد المباراة الودية النهاردة فرصة إن المدير الفني يشوفه عن قرب، إن هو ياخد قرار بقيده وقيد كمان بصفة عاجلة إن هو يقدر يلعب الفترة اللي جاية دي. لأن المباراة اللي جاية الأهلي ما فيهوش مهاجم صريح. يعني إحنا بنتكلم على وليد أزارو إصابة، صلاح محسن مصاب، إيقاف مروان محسن بسبب حصوله على ثلاث إنذارات، فكده ما فيش مهاجم صريح في الأهلي. وجونيور أجاي طبعا مش مقيد ولا محليا ولا إفريقيا. فأعتقد إن الأهلي في حاجة مسة إلى قيد عمرو جمال أو جونيور أجاي حسب رؤية الجازف، إن جونيور برضو بيقدر يلعب قصة رأس الحربة الصريح، بيقدر يلعب بشكل ممكن معقول. جونيور أجاي النهارده سجل هدف، ظهر النهارده برضه بشكل كويس. يمكن عمرو جمال ظهر بشكل كويس، صالح جمعه سجل وظهر بشكل كويس. صحيح. جيرالدو الانجولي برضه ظهر بشكل كويس. اعتقد المباراه النهارده فرصه
وفرصه كويسه طبعا محطوطه في الجدول طبعا قبل الهزيمه بتاعت امبارح ان المدير الفني يشوف اللعيبه اللي ما شاركتش او يشوف يجرب مجموعه من اللاعبين في مباراه وديه خفيفه يقدر يشوف فيها مستويات اللعيبه اللي عنده لان عنده ملفات عاجله لازم طبعا يحسم قرارات مين هيطلع اعاره مين المراكز اللي محتاج فيها دعم فين اللعيبه اللي ممكن تتايد اللعيبه اللي ممكن ما تتايدش طبعا في ملفات لازم تتاخد في وسط المعمعه او المباريات الكتير اللي بياخدها الفريق الاهلي دلوقتي لا في قرارات برضه لازم تتاخد وبسرعه عاجله. طيب من وجهه نظرك ايه الاخطاء اللي وقع فيها امبارح لاسارتي؟ في قيادته طبعا للنادي الاهلي واكيد هو لا يلام بشكل كبير جدا هو ما عشان نقول يعني اخطاء وقع فيها مسك الاداره الفنيه للنادي الاهلي من يومين فمش طبيعي ان هو يلام عليه. صعب ان احنا نحكم على مدير فني بعد 4 أو 5 أيام في مباراه قويه طبعا يعني نتفق او نختلف هي مباراه قويه مباراه قدام فريق قوي بضم عناصر صحيح. كويسه ويمكن عمل تدعيمات برضو قويه ومعاه جهاز فني محترم فيعني الحكم على المدير الفني او نقول اخطا في ايه او اصاب في ايه ده شيء لسه قدامنا وقت عشان نقدر نحكم على المدير الفني ولكن من اللي انا بشوفه في التدريبات واللي بشوفه في قيادته لا الراجل مركز جدا واضح ان في شخصيه عنده مختلفه شخصيته قويه واضح ان هو عايز يعمل حاجه مع الاهلي الحكم عليه سابق لاوانه طبعا ده شيء ما فيهوش جدال ولكن لازم ياخد فرصته أكيد. لازم ياخد الفرصه كاملة. ونشوف طلباته ايه لان طالما جبت مدير يمكن فني من اهم متطلبات لسارتي اللي سمعناها في الفتره اللي فاتت جهاز طبي عالمي يجي بطريقه دوريه يزور النادي الاهلي ويحدد اساليب وطرق العلاج للنادي الاهلي حتى اللعيبه اللي عندهم اصابات يشوف طريقه التاهيل وتجهيز اللعيبه دي بالاضافه كمان لطلبه للحصول على توقيع مدافع في الفتره الحاليه. طبعا موضوع ملف الاصابات اتكلمنا فيه يمكن اتكلمت فيه معاكي هنا في فتره سابقه ممكن ده الملف الاهم يمكن لو رجعنا لاسباب يعني صحيح لو اتكلمنا امبارح وليد ازارو بيتصاب النهارده وليد سليمان بيتصاب النهارده في المباراه اكرم توفيق بيتصاب طبعا في اصابات عضليه وفي اصابات مش عضليه ولكن احنا شايفين في اصابات عضليه كتير جدا في اصابات عضليه كتير دي ما فيهاش خلاف واللعيبه بياخدوا وقت كبير كمان ان هم يرجعوا مره ثانيه ملف الجهاز الطبي طبعا ده شيء ده طلب انا شايفه صحيح. منطقي جدا من المدير الفني ولازم يتم التعامل مع الملف ده بالتحديد بصوره عاجله لان الاصابات بتفقد الاهلي يمكن نص قوته احنا ما شفناش الاهلي مكتمل من بدايه الموسم حتى الان خليني اقول لك ان يمكن سبب اخفاقات النادي الاهلي في الموسم الحالي او الموسم اللي فات او السنه اللي فاتت بما اننا خلاص في بدايه السنه الجديده كانت كلها سببها الاصابات اصابات ما احنا بنتكلم مع تعاقب اجهزه فنيه مع تعاقب معدين بدنيين صحيح لا الظاهره لسه موجوده فطلب منطقي الطلب الثاني اللي انا شايفه اكثر منطقيه من المدير الفني واتكلم عليه هو امبارح يمكن في نهايه دوري ابطال افريقيا كان عندنا 7 لعيبه من القوام الاساسي مصابين تمام اللي بيبقى فيه 7 لعيبه يعني حتى لو في 2 بيتعافوا بنلاقي 2 تانيين اصيبوا يعني القايمه ما بتقلش الجزء المهم اللي كنت عايز اتكلم فيه هو اتكلم فيه امبارح الجزئيه بتاعه التعاقد مع مدافع اعتقد ان هو مش طالب مدافع بس كمان لا هو طالب مدافع وديفندر افريقي وده سر عدم قيد جيرالدو لحد دلوقتي حتى الان واعتقد ده كلام منطقي جدا انا جيرالدو مش هيقيد مع الاهلي افريقيا او مش هيلعب مع الاهلي فالافضل ان يتم اعارته زائد ان المكان اللي بيلعب فيه اعتقد الاهلي متوفر فيه مجموعه من اللعيبه المميزه اللي تقدر تسد فعلا في المكان ده يمكن طبعا في ثناء كبير جدا على مستوى النهارده في المباراه الوديه صحيح لعيب مهم ولكن انا مش هايد لعيب عشان بطوله الدوري فقط انا عندي بطوله صحيح. افريقيا كمان في نصها خلاص هتنتهي في شهر 5 هنبدا دوري المجموعات بعد يعني اقل من 10 ايام هنبتدي اول مباراه فالوضع محتاج فعلا ديفندر افريقي او مدافع افريقي لو هايده مكان سليف كوليبالي ولو ما تمش التعاقد مع مدافع افريقي سوبر او مدافع محلي خلال الفتره اللي جايه دي اعتقد ان الابقاء على سليف كوليبالي خصوصا ان هو مقيد في القائمه الافريقيه الابقاء عليه الست شهور دول اعتقد ان هو ممكن يكون حل مؤقت لو انا اعتمد عليه كمدافع بدل من الاعتماد على لاعبين ما بيلعبوش في المركز ده يمكن طبعا مستواه احنا يعني في اتفاق ان هو مستواه لا يليق بالنادي الاهلي ولكن هو دلوقتي مقيد افريقيا حاجز مكان لاعب في افريقيا حاجز مكان لاعب في القائمه المحليه عامل دربكه في قصه انا هشيل مين وايد مين بداله فقيد جيرالدو اعتقد مش هيكون قرار صائب الفتره دي ممكن يتم اعارته في الدوري المحلي او خارجيا صحيح. واعتقد ان الاهلي بيسير في الطريق ده مع التعاقد مع مدافع لو ما فيش قدره على التعاقد مع مدافع محلي سوبر يقدر يتاقلم ويخش سريعا في الفريق الفتره اللي جايه لا
ما فيش مشكله ان يتم التعاقد مع مدافع من شمال افريقيا. في لعيبه مرشحه للاهلي من شمال افريقيا في مركز المساك، في لعيبه افريقيه مرشحه في مركز الديفندر. المركزين دول بالتحديد محتاج فيهم لصارتي دعم. واتكلم مع احنا سمعنا النهارده كلام على احمد سامي مدافع الجيش. الاسامي كتير، اسامي مطروحه كتير. يمكن ابرزهم ياسر ابراهيم. صحيح يعني. بس يمكن شفنا كمان مع ياسر ابراهيم في مبالغه كبيره جدا في الرقم اللي طلبه مهندس فرج عامر. اي مدافع يطلبه الاهلي الفتره دي هيبقى في مبالغه من اي نادي. ان كله عارف ان الاهلي محتاج في امس الحاجه للمدافع، ومفيش اصلا مدافعين. والمدافعين طبعا بتقولي العدد قليل، اللي هو العدد اللي يقدر يلعب في الاهلي. صحيح. يمكن بنتكلم في 3 أو 4 لاعبين، في منهم واحد او اثنين في الاسماعيلي. الاسماعيلي بيمر بظروف صعبه، مش هيسيب للاهلي الفتره دي. زي ما بتقولي في سموحه ياسر ابراهيم او محمود عزت. طبعا عارفين شطاره الاستاذ فرج عامر في مساله البيع والمفاوضات. فطبعا هيستغل الفرصه اللي موجوده دلوقتي والحاجه للاهلي لمدافع قوي، وطبعا هيغالي وهيطالب بمطالب كبيره جدا. اي نادي تاني طبعا الاهلي هيلجا لمدافع من عنده ممكن يكون اقل من المستويات دي، وبرضه هيتم المغالاه في الاسعار. فاعتقد ان الاهلي لو ما وفقش في ضم مدافع محلي اسم كويس يقدر يخش في الفريق بصوره سريعه او ينسجم سريعا ويحقق اضافه يبقى افضل من الموجودين، لا يتم اللجوء للاعب افريقي او لاعب من شمال افريقيا يقدر يسد في بطوله افريقيا، لان بطوله افريقيا الاهلي محتاج فيها مدافع، محتاج فيها ديفندر بصوره عاجله. امبارح كان في كلام كمان بعد اللقاء عن الحكم الصربي ان هو ما كانش قد المباراه، كان في بنالتي لنادي الاهلي، وكمان كان في لمسه ايد على علي جبر. شفت ده ازاي؟ كان في اخطاء امبارح من الحكم طبعا، كل اللي شافوا المباراه اجمعوا على ضربه الجزاء اعتقد بتاعت احمد الشيخ اقرب. صحيح. اقرب ان هي تكون هي اقرب فرصه او اقرب حاله نقدر ضربه الجزاء. يمكن كانت هتخرج على الاقل اللقاء ده المباراه بالتعادل، ويمكن لمسه يد علي جبر، ولكن مش عايزين برضو نعلق كل المبرر او الهزيمه مش بسبب الحكم. صحيح. يعني مش بسبب الحكم ومش بسبب اي شيء تاني اثير امبارح. الاهلي اخطاء الشوط الثاني هي اللي اثرت، الاهلي مستواه الشوط الثاني هو اللي اثر وهو اللي خرج النتيجه بالصوره دي. كان ممكن المباراه تطلع تعادل ولكن تظل الاخطاء كانت موجوده باعتراف المدير الفني، وده شيء كويس منه ان الاخطاء موجوده. حتى لو المباراه انتهت تعادل لا لازم يكون في اعتراف ان في اخطاء فرديه واخطاء جماعيه في الفريق امبارح. يمكن الاخطاء الفرديه اكثرها كان في الدفاع وفي حراسه المرمى، وده شيء لازم يشتغل عليه الفتره اللي جايه بصوره كويسه. التحكيم الاهلي السنه دي بيعاني فعلا من اخطاء تحكيميه. طيب بمناسبه التحكيم، سمعنا يمكن من فتره كبيره قوي ان مع بدايه 2019 هيتم تنفيذ تقنيه الفار في الدوري المصري، بس بعديها كده بشويه طلع كابتن احمد شوبير وقال احنا معناش نعمل الكلام ده. انا كنت معاك هنا من فتره كبيره اول ما اثير الموضوع ده، قلت لك مفيش تطبيق فار، يعني مش هيتطبق في مصر، ولو اتطبق في مصر مش قبل موسم او اتنين. ان الموضوع مكلف، الموضوع محتاج تدريب فتره كبيره، الموضوع محتاج فلوس. ملاعب مجهزه، محتاج غير الفلوس. احنا برضو عندنا ملاعبنا، ما انا عشان اطبق الفار لازم اطبقه في كل المباريات. انا ما ينفعش اطبقه في مباراه الاهلي والزمالك وبقيه الانديه، لا. فالملاعب لازم تكون تسمح، الحكام لازم يكونوا متدربين، الامكانيات لازم تكون متوفره عندي، لازم تكون الوحدات كامله. مش هقدر اقول ان انا لا العب بقى مباراه الصبح ومباراه بعد الظهر ومباراه بالليل عشان خاطر الوحده تتنقل من هنا لهنا، لا. ما ينفعش. لازم يكون كل ملعب فيه وحده فار عشان اقدر اطبقها على مستوى الدوري. الموسم ده مستحيل، انا بقول مستحيل ان هو يتطبق التقنيه دي، واعتقد ان الموسم الجاي هيبقى صعب جدا ان هي تطبق التقنيه دي، والموضوع اتنسى واتحاد الكره. انا عايز اقول لك برده ان في دول كتير قوي مش بتطبق تقنيه الفار، حتى مش شرط. لو معاهم فلوس وعندهم امكانيات. انا لو في اتحاد الكوره معايا فلوس عايز اصرفها على ارتقاء بمستوى التحكيم او الحكام الموجودين دلوقتي. انا الحكم الاضافي اللي هو الخامس او السادس اللي موجودين، يعني اصرف انه ارتقي بالمستوى، ان يبقى في تعاون، يبقى في، يعني انا بشوفهم في بعض المباريات او في اغلب المباريات كانهم مش موجودين. يعني الحكم الخامس او السادس، لا انا ارتقي بالمنظومه الموجوده حاليا. حقيقة. ازود اعمل دورات. يمكن ده اللي كان واضح قوي خلال مباراه النادي الاهلي والانتاج الحربي. بالظبط. المباراه اللي كانت في مباريات كتير جدا يعني الاهلي مش موجود فيها، لا انا بحس ان الاثنين حكام الاضافيين جايين بيتفرجوا زينا، يعني ما فيش اي اضافه بيضيفوها
للحكم الاساسي او الحكم الاساسي مش معتمد عليهم بصوره كبيره، لا لازم اشتغل على الملف ده، ملف ارتقي بالحاله اللي عندي دلوقتي، مستوى الحكام اللي عندي فنيا بدنيا شخصيه، الشخصيه بتاعت الحكم مهمه جدا، اطلع جيل جديد من التحكيم طالما انا في مشاكل عندي في المستوى، لا اطلع جيل جديد قبل ما افكر في تقنيه الفار، تقنيه الفار هتبقى صعبه جدا. اكيد. طيب خلينا نروح معاك لملف اخر، هو ملف كان 2019 واستضافت مصر لبطوله الامم الافريقيه 2019 بعد ما اتسحبت من الكاميرون. حاليا طبعا بينافس مصر على الاستضافه دي جنوب افريقيا، ومن واضح كده ان احنا طبعا ملفنا اقوى، عندنا امكانيات اكتر، عندنا فنادق اكتر، عندنا بنيه تحتيه، مواصلات، لاعب على مستوى اعلى. شايف قد ايه مهمه لمصر البطوله دي او تنظيم البطوله دي؟ مبدئيا انا عايز اقول ان ان شاء الله مفيش منافسه. مصر هتنظم كاس الامم 2019 ومفيش منافسه من جنوب افريقيا. الناس اللي خايفه، لا مفيش منافسه من جنوب افريقيا. جنوب افريقيا يمكن ما قدمتش حتى الان التعهد الحكومي. احنا عندنا هنا في مصر مؤسسات الدوله بدايه من اعلى المؤسسات مهتمين جدا ان مصر تحصل على تنظيم، في اهتمام وفي دعم من اتحاد الكوره لنجاح الملف ده ولحصول مصر على صحيح. تنظيم كاس الامم. واعتقد ان احنا في فتره فعلا مصر محتاجه صحيح دي تكون نافذه لمصر. صحيح. مصر محتاجه تنظم سياسيا، كرويا، اقتصاديا، سياحيا، كل صحيح. شيء كل شيء احنا في حاجه ليها، واحنا فعلا قادرين او احنا مستعدين لو هننظمها الشهر الجاي مش كمان ست شهور. لا احنا قادرين ننظمها، عندنا الملاعب زي ما قلتي، عندنا الفنادق، عندنا البنيه التحتيه، يمكن عندنا طفره كمان في موضوع الطرق وفي حقيقي طفره انشائيه طبعًا في مصر طبعا. في يعني يمكن لو الناس اللي حضروا كان السنه اللي فاتت او امم افريقيا السنه اللي فاتت في الجابون، دي حاجه يعني صعبه جدا فوق ما تتخيل. لا وجه للمقارنه، لا وجه للمقارنه طبعا. يعني انا عايز اقول لك انا مثلا كنت قاعده في اوتيل يعني سعره اكتر من 100 دولار، 100 دولار ده هنا عندنا احسن اوتيل 100 120 دولار بس كتير قوي. تكون احسن مني يعني عارف استراحه في الارياف، ما فيش عنكبوت ماشي جنبي على الحيطه وانا نايمه، ما فيش اي حاجه خالص. الأفريقية بس طبعا الاتحاد الافريقي لما بيمنح حق الاستضافه للدول دي بيبقى مبرره ان انا عايز ارتقي بيهم، انا عايز ان هم يهتموا شويه، يبقى في دعم. كان الواي فاي اختراع هناك، انا عايز اقول لك اول ما المنتخب وصل فضلوا 3 4 ساعات يعني مش عارفين يعملوا ايه. طبعا طبعا كان الموضوع صعب جدا. فده ياكد ان مصر قادره، وان شاء الله انا اليوم اللي هيتم فيه الاعلان ده هيبقى يوم سعيد للكره المصريه عموما. أكيد. لان هيتم فيه كمان ان شاء الله، انا باكد ان هيتم فيه اختيار محمد صلاح افضل لاعب افريقي في اليوم ده، فهيبقى صحيح. اليوم ده هنحتفل بيه بالاستضافه، ومش عايزين احتفال بقى، احنا عايزين نشتغل كمان من 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 يوم الاعلان على الاستضافه، يتشكل اللجان بتاعه التنظيم بصوره احترافيه، الناس تشتغل بصوره احترافيه على الملاعب. احنا عندنا ملاعب والجمهور طبعا. الجمهور لا ده ما فيهوش مفر، ده هيبقى الجمهور لازم يعكس صوره الشعب المصري اللي احنا محتاجين نصدرها للعالم. الجمهور المصري جمهور محترم جدا. الجمهور المصري جمهور بيحب الكوره، بيحب يشجع، خصوصا لو حاجه متعلقه بمنتخب مصر ومتعلقه بان مصر تظهر بصوره كويسه. يمكن شفنا في 2006 صوره رائعه للجمهور المصري. يمكن من الناس دلوقتي حتى الان، يعني بقى لنا اهو 12 سنه حتى الان احنا بنتغنى بالشكل الجمهور اللي كان عليه في 2006. اعتقد انه مش هيقل عن الصوره اللي ظهر عليها في 2006، بل هيكون افضل. وهيكون دي اعتقد انها هتكون بوابه جميله جدا ان احنا نرجع الجمهور في كومبليت في مباراه الدوري. يعني ياريت. اعتقد انها هتبقى دايما بتيجي تساؤلات بيقولوا يعني احنا مش عارفين ندخل 5000 او بندخل 5000 بالعافيه، ازاي هنقدر ان احنا ننظم بطوله ويبقى فيه يوميا بقى مباريات في اماكن مختلفه وفي محافظات مختلفه بعدد كامل من الجمهور؟ لا اعتقد الربط مش في محله شويه، المباريات المحليه او مباريات الدوري الامن فيه بيكون ليها طبع ليها طبع تاني، والامن بيبقى ليه وجهه نظر معينه. صحيح. ولكن عندما يتعلق الامر بمنتخبات بمنتخب مصر، لا وبمصر بقى مش منتخب مصر بس، احنا بنتكلم على سمعه مصر او شكل مصر في العالم مش في افريقيا بس. ان بطوله افريقيا مصنفه، يعني كاس الامم الافريقيه مصنفه يمكن ثالث بطوله على مستوى العالم بعد كاس العالم وكاس الامم الاوروبيه. بطوله افريقيا متابعه شديده جدا من كل العالم، يمكن كل انديه اوروبا بتتابع البطوله دي بسبب المحترفين بتوعها، بسبب البحث عن محترفين جدد او لاعبين جدد. فلا صوره مصر وسمعه مصر
اعتقد مفيش حاجه اسمها جمهور بقى ما يخشش او لا عدد هنا معين، لا الكلام ده طبعا، ويمكن الكلام ده اتقال من اول يوم مصر قدمت فيه الطلب بتاعها، واتحاد الكره اكد ان مفيش حاجه اسمها جمهور، لا الجمهور كامل العدد في كل المباريات. يمكن في ممكن في مجموعات او مباراه او مباراتين ما يبقاش الحضور الجماهيري عليها كثيف بسبب رغبه الجمهور نفسه، ما لهاش علاقه بالامن، لان طبعا في كل البطولات ما بيبقاش كل المباريات كامل العدد يعني. اه طبعا مباريات مصر يعني كان احنا عندنا القدره، احنا حضرنا مباريات مصر كان فيها 50 و60 واحد في المدرجات بالظبط يعني. بالظبط، فدي دي طبيعه لكن الجمهور هيبقى مسموح ليه بصوره كامله في كل المباريات في كل المجموعات. عندنا مدن كثيره للاستضافه، يمكن البطوله هيبقى فيها عدد منتخبات كبير، صحيح هتبقى محطه انظار الجميع، صحيح. عندنا الاستادات، عندنا الملاعب، يمكن عندنا في القاهره هنا اكثر من 3 ملاعب عندهم قدره في استضافه البطوله. اسكندريه، عندنا اسكندريه، عندنا السويس، عندنا الاسماعيليه، عندنا بورسعيد. لا يمكن الملاعب، يمكن حتى لو فكرنا في اسوان ممكن، ولكن اسوان بعيده. المشكله كمان ان الجو هيكون حر جدا في الوقت ده. بالظبط، عشان كده بقول لك اسوان ممكن تكون بعيده، انما احنا لو قادرين ننظف نقدر ننظف اسوان، عندنا هناك الملعب، عندنا هناك الفنادق، عندنا كل البنيه التحتيه موجوده. مصر ان شاء الله هتنظم البطوله وهيتم الاعلان وهننظمها بصوره كويسه باذن الله. صحيح. ومنتخبنا هينافس ان شاء الله باذن الله باذن الله. طيب نروح لمحترفينا في الخارج، ويمكن طبعا اكيد الابرز ما بين محترفينا هو نجمنا محمد صلاح اللي بينافس على الجائزه الافريقيه الافضل في افريقيا زي ما قلنا يوم 9 يناير الحالي. انت توقعت ان محمد صلاح انا عايز اقول مفيش منافسه برضه. مفيش منافسه، هو اللي هيفوز باللقب زي ما فاز بيه برضه في العام الماضي. يمكن برضه كمان من اكتر المحترفين اللي باينين قوي او اللي بانوا قوي في 2018 محمود حسن تريزيجيه، انهالت عليه العروض كمان في الفتره الاخيره من انديه ايطاليه ومن انديه في الدوري السعودي وكمان في الدوري التركي من قاسم باشا التركي اللي هو بيلعب ليه حاليا. يمكن العروض الايطاليه اكتر. صحيح. يمكن كمان سمعنا نجارو نابولي، شايف نابولي ولاتسيو شايف افضل مكان مفروض يتجه لمحمود حسن تريزيجيه في المنتخب؟ انا نفسي يروح الدوري الايطالي او الدوري الاسباني او تكون محطه للدوري الانجليزي. طبعا دلوقتي مفيش طبعا عروض ليه من الدوري الانجليزي، ولكن تريزيجيه يقدر يقدر امكانياته تاهله ان هو يكون موجود في البريمير ليج. يعني انا متضايق او انا زعلان ان تريزيجيه موجود في الدوري التركي في قاسم باشا التركي، يعني حتى مش نادي قمه هناك في تركيا. امكانيات تريزيجيه امكانيات عاليه جدا. تريزيجيه يقدر يلعب في احسن الدوريات وفي احسن الانديه ويظهر بصوره كويسه، يمكن من اللعيبه اللي فعلا. كمان فنربخشه كان بعت لقاسم باشا كان عنده النيه ان هو برضه يتعاقد، او عنده ان هو من اللعيبه المظلومه، يعني من اللعيبه المظلومه، مستواه اعلى من النادي اللي بيلعب فيه من قاسم باشا، واعلى برضه من الدوري التركي ككل. يعني احنا لو بنتمنى اكيد اي لاعب مصري يكون موجود في الدوريات الاوروبيه الكبرى عشان ده يكون اكيد بالظبط. انا مش عارف ده بصراحه مشكله وكيل او مدير اعماله في عدم ان السنه اللي فاتت برضه في التوقيت ده وفي الانتقالات الصيفيه سمعنا عن عروض كتير لتريزيجيه، وفي الاخر لقيناه بيجدد في قاسم باشا. طبعا كان شيء مستغرب بالنسبه لي انا شخصيا، لان انا كنت شايف ان العروض اللي جايله دي ان هو يقدر يلعب فيها السنه دي. نفس القصه، مش عايزه يكرر تاني، او اتمنى ان هو ما يكررش تاني اللي حصل السنه اللي فاتت، ان نسمع عن عروض كتير جدا لاتسيو ونابولي، وفي الاخر كمان شتوتجارت على ايه بيلعب بالظبط، على ايه بيلعب برده في قاسم باشا او في نادي تركي تاني، مع احترامي للدوري التركي. نتمنى ولكن ان شاء الله هو يكون موجود في دوري من الدوريات الكبرى. انا عايزه يطلع من الثلاثه، انا الدوري الايطالي الاسباني الانجليزي. اعتقد الدوري الايطالي مناسب لتريزيجيه لو فعلا العرضين جديين من لاتسيو ونابولي، يتم السير فيهم والتفاوض معاهم بشكل جيد ويتم الانتقال ليه، تبقى محطه ليه للدوري الانجليزي ان شاء الله، لان تريزيجيه من المواهب المظلومه. صحيح. طيب نتكلم عن اللقاء الاخير لليفربول مع مانشستر سيتي في البريمير ليج اللي جه بقى عكس كل الاماني اللي كلنا كنا بنتمناها اكيد لليفربول الانجليزي. انا تابعت المباراه، المباراه طبعا كانت قويه جدا، يمكن انا كنت اتمنى ان هي تنتهي لليفربول، انا كنت حاسسها او شايفها مباراة الدوري او مباراة اللقب، ان الفوز على مانشستر سيتي توسيع الفارق لعشر نقط اكيد طب كان هيعمل فارق كبير جدا مع ليفربول، يمكن بقاله اكتر من 20 سنه ما خدش بطوله الدوري، فانه يكون ان هو ياخدها بقياده محمد صلاح ده هيبقى شيء مميز جدا ليه، يرفع اسهمه. صحيح. ان شاء الله في كان في فرص ضايعه كمان في الشوط الاول، الكره اللي اداها صلاح لمانيه وخبطت في العارضه دي طبعا كان ممكن تفرق كتير اكيد في النتيجه. من الفرص الصعبه جدا، ولكن برضو
ليفربول ما ظهرش بالصوره اللي انا كنت اتمناها بيه. اعتقد ان كان في تفوق من مانشستر سيتي، كان في تفوق من جوارديولا فنيا على يورجن كلوب في المباراه، ظهر جدا على مدار الشوطين. يمكن كنا نتمنى يحصل تعادل، ولكن انا شايف النتيجه اللي انتهت بيها المباراه نتيجه عادله فعلا. مانشستر سيتي كان الافضل، هو كده طبعا اشعل الدوري، اشعل المنافسه بصوره كبيره جدا. ولكن نتمنى التدارك رجع الاربع نقط تاني، رجعت اربع نقط طبعا، ده يبقى صراع شرس جدا أكيد. حتى نهايه الموسم يمكن تحسمه في الاخر المواجهات المباشره ما بين الفريقين لغايه نهايه الموسم. بالظبط، هيبقى في مواجهه ثانيه طبعا، صحيح. او المواجهه في مواجهه ثانيه ما بينهم، ولكن الاهم من المواجهات المباشره ان الفريق يطلع من المباراه دي ويكمل انتصاراته، ان الدوري الانجليزي ما تعرفلوش، يعني الدوري الانجليزي ممكن تتعثري قدام فريق صغير. ممكن مانشستر سيتي اهدر النقاط اللي هدرها امام فرق صغيره، ده حقيقي، او ده اللي وسع الفارق. اتمنى ليفربول ما يقعش في المشكله دي، في نفس المشكله يعني يكسب المباريات بتاعته اللي جايه بصوره كويسه، ومانشستر سيتي اعتقد ان هو هيتعثر برضه. ده بالنسبه للبريمير ليج. طيب سريعا كده اسالك شويه اسئله عن الايجيبشن ليج بقى في موسم 2018 او في سنه 2018، تقول لي من وجهه نظرك افضل حارس مرمى في 2018 كان مين في الدوري المصري؟ ممكن نقول اثنين، عامر وجنش. جنش، عامر بعديه جنش، وعامر عامر. افضل مدافع، ممكن دي صعبه لان احنا عندنا مشكله في مصر في موضوع المدافعين، فممكن اديها لمحمود علاء بصفه ان هو يعني بيحرز اهداف او بيحرز اهداف، ولكن برضو الزمالك او محمود علاء ما فيش اختبارات قويه ليه دفاعيه. انا يهمني في المدافع ان هو يكون مدافع قوي الجزئيه بتاعته. فبما ان هو طبعا مدافع هداف، فرقته متصدره الدوري ماشي بشكل كويس، فياخدها محمود. افضل بلاي ميكر، صانع لعب، اعتقد محمد محمود من اللعيبه اللي انا شايفها مبشره جدا، وانا مقتنع جدا بمستواه، وكان مقدم مستوى كويس جدا مع وادي دجله ومعاه وليد سليمان. وليد سليمان قدم موسم رائع مع الاهلي في المركز ده، على الرغم من ان وليد سليمان مش مركزه صانع اللعب او مش مركزه اللاعب رقم 10، ولكن اداها بصوره رائعه مع الاهلي سواء محليا او افريقيا. صحيح. افضل بقى مهاجم في الدوري المصري محلي واجنبي. محلي؟ انا شايف احمد علي، مهاجم المقاولين. واجنبي من المميزين جدا. الاجنبي طبعا وليد ازارو هداف الدوري الموسم اللي فات، فهيبقى هو افضل مهاجم اجنبي في سنه 2018. ايه اللي شفته جديد في الدوري المصري في الموسم الحالي؟ في حاجات كتير جديده. الدوري الموسم ده مش عارف احدد لحد الان فريق واحد هابط. صحيح. وصلنا لنصه مش عارف احدد فريق هابط. تاني حاجه طبعا، وده الشيء المتكرر، تغيير المدربين. صحيح. ده حاجه غريبه. دي حاجه احنا عندنا مستمره بقى لها مواسم، ولكن السنه كمان دي شفنا يعني مدرب النهارده ساب الفرقه دي، المباراه اللي بعديها على طول بيلعب ضدها. دي على فكره انا ما بلومش فيها المدرب. المدرب عايز يشتغل. انا بلوم فيها الادارات. يعني بتكلم في تغيير المدربين دي، الادارات هي السبب فيها وهي السر. المدرب بيسيب الفريق زي ما بتقولي النهارده، بيتم التفاوض معاه يمكن وهو شغال من اداره نادي ثاني. فالمدرب مش هيقعد في البيت. صحيح. هيشتغل. اكيد. حتى لو قصاد فريقه او ما فيش انت في احتراف، فانا هشتغل. المشكله ان الاداره ما بتختارش كويس. يمكن انا دلوقتي لما بختار مدير فني في بدايه الموسم ببقى مقتنع بيه، مديله الثقة، السبورت وراه، بحقق له طلباته لأني واثق فيه إني اخترت اختيار صح. فأضيق الحدود ممكن يكون في عدم توفيق، أو يمكن يكون في أزمة معينة تخليني إن أنا أغير. صحيح. ولكن المفروض القاعدة إن أنا مختار صح. الأسوأ إن أنا لما بختار تاني ممكن بختار اختيار تاني خاطئ. فبضطر إن أنا بعد 3-4 مباريات ببتدي اغير. يمكن اللي شفناه السنة دي، يمكن شفنا التغييرات، في تغييرات إيجابية جدا. وفي مثالين طبعا، يعني حاجه رائعه، عماد النحاس، كابتن عماد النحاس مع المقاولين، كابتن طارق العشري مع حرس الحدود. تغييرين يحسبوا طبعا لمجلس الاداره في الناديين، في توقيت فعلا عملوا فرق، عملوا طفره، عملوا اضافه قويه جدا. يمكن بعده، يمكن كنا احنا بنشوف المقاولين وحرس الحدود في المركز الاخير وقبل الاخير في بدايه الموسم. صحيح. لا دلوقتي في نقله تانية كبيره جدا من الفريقين. طب لو سالتك عن اكتر الانديه اللي اتاثرت سلبا بسبب تغيير المدربين تقول لي مين؟ المصري بلا منافس. المصري بعد حسام حسن، الاسماعيلي بعد صبر من الموسم الاسماعيلي ده من الموسم اللي فات. انا بتكلم على الموسم ده.
هزة عنيفة جدا في المصري بعد رحيل حسام حسن. يمكن كابتن دكتور ميمي عبد الرازق مسك فترة، كابتن مصطفى يونس مسك فترة، كابتن إيهاب جلال مسك فترة، وما زال الفريق بيعاني حتى الآن، وأعتقد أنه يفضل يعاني حتى نهاية الموسم، لأن أسلوب كابتن إيهاب جلال أو طبيعة شغله مش بياخد وقت، لان ليه طريقه وليه فلسفه معينه في التدريب. صحيح. فعايز وقت عشان يشتغل، واللي اسمه المصري ما عندوش رفاهيه الوقت. المصري عايز دلوقتي يخرج من الكبوه اللي هو فيها بصوره سريعه جدا، ويبتدي يبني للموسم اللي جاي بعدين، بس اهم حاجه يقف الفريق على رجله، يحقق انتصارات متتاليه يخرج بيها من هزه الثقه اللي حصلت في الفريق بعد رحيل كابتن حسام حسن. الاسماعيلي طبعا بعد الصبر الكلام كان الموسم اللي فات، ولكن برضه حصل فيه هزه، ولكن الهزه مش بسبب تغيير المدير الفني فقط، يعني الهزه بسبب رحيل عدد من اللاعبين الكبير. صحيح. عن الفريق اللي كان بيلعب الموسم اللي فات وكان واخد فيه مركز ثاني، لا رحل خمس او ست لاعبين. طب ما يمكن المشكله دي اكيد بسبب ان الانديه دي بتعتمد ماديا في المقام الاول على بيع اللاعبين، فهي محتاجه مصدر للدخل اكيد. ولكن انا دلوقتي لما ابيع لاعب او ابيع مجموعه من اللعيبه بمبلغ البديل، لازم اجيب البديل. يعني لما امشي كالديرون المهاجم، لا لازم اجيب مهاجم يعوض مكانه. اكسب في كالديرون مفيش مشكله، اصرف منه على الفريق مفيش مشكله، ولكن اجيب مهاجم تاني يسد او يبقى موجود مع الفريق يعمل مع الفارق. ما اروحش اجيب مدافع مهاجم اقل منه، ما اروحش اجيب لعيبه دون المستوى، لا انا مشيت خمس او ست لعيبه اجيب بدايلهم بصوره كويسه. ده بالنسبه للاسماعيلي، وبالنسبه ده المفروض دي قاعده، ان انا ببيع اي لاعب مفيش مشكله، بس اجيب اللاعب اللي يسد مكانه. خلينا نروح لمنتخبنا الوطني الاول، وخليني اسالك عن وجهه نظرك في اجاري المدير الفني للمنتخب الوطني الاول، وشايف ازاي المنتخب تحت قيادته. لا عمل طفره، يمكن اجاري في بدايه مهمته حط هدف قصاد عينيه ان هو يغير الصوره اللي كان عليها المنتخب مع هيكتور كوبر، اللي الجماهير كلها كرهتها. صحيح. الطريقه الدفاعيه اللعب التحفظ امام سواء فريق كبير او فريق صغير، انا بلعب بطريقه المتحفظه. ويمكن كان في حزن شديد جدا وغضب شديد جدا بعد كاس العالم، وبعد الاداء الباهت اللي احنا ظهرنا بيه وخروجنا صفر النقاط طبعا من المجموعه اللي كنا فيها، مع ان احنا كنا نقدر ان احنا ننافس على الصعود او على الاقل ما نخرجش صفر، يعني نفوز مباراه يمكن كنا المنتخب القبل الاخير، يعني كان بعدين على طول منتخب بنما، يمكن الاخر يمكن احنا وبنما يعني رقم 31، يمكن احنا وبنما منتخب 31، نفس الترتيب نفس المستوى. طبعا كان شيء احزن الجماهير كلها. اجيري جه بطفره جديده، جه فكر جديد، فكر هجومي. يمكن حظه ساعده جدا ان هو يقابل فرق في المتناول ضعيفة. في المتناول قدر ان هو يسوق لطريقته بصوره كويسه. صحيح. قدرنا ان احنا نعمل غزاره تهديفيه، كان عنده فرصه ان هو يلعب بطريقه مختلفه. يمكن هو لو كان بيقابل برضه فرق كبيره او منتخبات يعني منافسه قويه، ما كانش قدر ان هو يلعب بالطريقه الهجوميه المفتوحه اللي كان لاعب بيها دي وشفناها. بالظبط. انا بقول عشان كده بقول حظه الجيد جدا ان هو بدا بالبدايه دي، بدا تدريجيا. لما وصلنا لمباراة تونس اللي الناس كلها كانت مستنياها بقى عشان تحكم عليه، لا الراجل اصر برضه على طريقته لعب، واللي مميز فيه ان هو بيعد جيل جديد. يمكن محمد محمود لما بيديله الثقه في مباراة تونس هناك، ما بيديله الثقه في مباريات في التصفيات ومباراة تونس اللي هنا، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن، لا اعتقد ان هو عنده فكر جديد. صحيح. هو قال انا بشتغل على كاس العالم 2022، ده شيء كويس جدا، وبحاول اني انزل بمعدل اعمار اللعيبه عشان هم دول اللي يكونوا معايا في 2022. بس برضو شفنا بعض اللعيبه اللي هم فوق السن شويه، زي مثلا احمد علي مهاجم المقاولين العرب، في نفس الوقت جه كلام وقتها ان وليد سليمان مش هينضم للمنتخب لان سنه كبير، فما فهمناش هو الكلام او المبرر اللي انا سمعته ان وليد سليمان معروف بالنسبه لنا، ممكن يكون موجود في امم افريقيا، ولكن الفتره دي انا كجهاز فني يعني بعمل اختبارات، عايز يشوف اكبر قدر من اللعيبه اللي كانوا بعاد عن المنتخب. ويمكن دي على فكره عملت تنافس جميل جدا في الدوري المصري، خلت اللعيبه عندها امل ان لا الجهاز موجود في كل المباريات بتابع اللعيبه كلها. صحيح. فمثلا لعيب زي اسلام جابر بينضم، اسلام جابر لاعب الداخليه لعيب كويس جدا، طاهر بينضم، احمد علي انضم في فتره طبعا واصيب كان حظه وحش، محمد محمود بينضم، في لعيبه بعيده كانت بعيده عن الصوره بتنضم. فادى ايحاء ان لا القايمه مش مقفوله زي ما كان الامر مع هيكتور كوبر، مفيش مجموعه انا بعتمد عليها بصوره خلاص مقفوله وان انا مش هبص للعيب تاني، لا
عمل حماس، عمل منافسه كبيره جدا بين كل لعيبه الدوري، ان انا ليه ما انضمش للمنتخب. يمكن حتى شفنا لعيبه كبيره في السن بقى عندها الامل، يمكن شفنا محمد عبد المنصف حارس دجله، وهو بالمناسبه من مادي موسم كويس. محمد عبد المنصف طمع انه لا انا اروح المنتخب. صحيح. محمد صبحي حارس الداخليه عايز يروح المنتخب. فخلى في منافسه كبيره جدا. صحيح. في الدوري ما بين كل اللعيبه. كان فعلا مركز حراسه المرمى ده اللي كان فيه صراع كبير جدا، ومحتاج لعيبه تخش، ومحتاج حراس جداد يخشوا. لان المركز ده فعلا فيه، مش هقول فيه مشكله، لا محتاج ان احنا يبقى عندنا اكتر من حارس نقدر نقول عليه حارس. يمكن احنا عندنا حراس كبار او مستوياتهم كويسه، لكن المشكله في ثبات المستوى. بالظبط. بنشوفهم مباراه وحش ومباراه تانية اخطاء ساذجه جدا ما تعديش على حد. بالظبط. ولكن في طبعا المجموعه اللي موجوده او المجموعه اللي بتروح المنتخب مجموعه كويسه. ولكن لازم تطوير في المركز ده. لازم ان احنا نهتم بمركز حراسه المرمى سواء انديه او منتخب. لازم كمان فرص. انا عايز اشوف وجوه جديده. يعني عايز اشوف حراس صغيرين. خلاص بقى فكره الخبرات لا، احنا دلوقتي كل الحراس عندها امكانيه ان تبقى حارس منتخب مصر. صحيح. الاول يعني الشناوي خد فتره، محمد الشناوي خد فتره ولعب في كاس العالم. شريف اكرامي خد فتره حارس. صحيح. اول في منتخب مصر. احمد الشناوي خد. لا اتمنى اشوف محمد عواد، اتمنى اشوف وجوه جديده سواء في منتخب مصر او في الانديه. الاسامي اللي موجوده كلها اسامي محترمه، ولكن محتاجين وجوه جديده. صحيح. في المركز ده وثقه. اكيد. طيب لو سالتك برضو عن المراكز الاخرى اللي محتاجه تدعيم في منتخبنا الوطني الاول، المراكز اللي ملهاش مثلا بدائل عندنا في المنتخب. احنا يمكن في عندنا ابرز مشكلتين ظاهرين، راس الحربه. أكيد. والظهير الايسر. يعني احنا بنعتمد على مروان محسن ومفيش ليه بديل زي ما قلنا. ويمكن حتى البدائل دي مشكله، دي ازمه، لان احنا برضو بنعتمد هنا في الدوري المصري دايما على راس الحربه الاجنبي. ما انا كنت لسه هقول يمكن حتى البدائل اللي اتكلمنا عليها لمروان محسن في الدوري المصري، بنتكلم على احمد علي. طبعا مش كبير بس مش صغير. عندنا بنتكلم في خالد قمر، بنتكلم في مين تاني ممكن يكون مميز في الدوري المصري. يعني مفيش الاسامي اللي موجوده كمهاجمين في الدوري المصري قليله، ده بسبب الاعتماد على المهاجم الافريقي. يمكن الاهلي والزمالك مهاجم افريقي. وليد ازارو مهاجم، يعني حتى مروان محسن مهاجم المنتخب. في اغلب الاوقات بيقعد بديل لوليد ازارو. اكيد. الزمالك كنا بنشوف كاسونجو، مشي كاسونجو، حتى المهاجم اللي جه الجديد خالد بوطيب هيتم الاعتماد عليه بصوره نهائيه. الاسماعيلي مهاجم افريقي، يمكن اكتر سموحه مهاجم افريقي. اغلب الانديه دلوقتي او اي مدير فني او اي نادي بيجي يدور ان انا عايز اجيب لعيب افريقي، اجيبه فين؟ اجيبه في مركز راس الحرب. ده اثر على المركز ده في مصر. ويمكن المركز الثاني المركز بتاع الظهير الايسر. حتى الان احنا مش قادرين نحط ايدينا على ظهير ايسر منتخب مصر. صحيح. يعني بعد محمد عبد الشافي بيتم الاستعانه بايمن اشرف كظهير ايسر في المنتخب. مع انه ما بيلعبهاش في الاهلي، ان موجود فيه علي معلول. يمكن بنلاقي في تذبذب في المستويات، يمكن محمد حمدي ظهر شويه انه ممكن ينضم لمنتخب مصر، ولكن في نفس الوقت برضه ما فيش اقتناع فيه بصوره كبيره. مش لاقيين الظهير الايسر ده. حتى دلوقتي بقت الانديه بتلجا للاجنبي او الافريقي في المركز ده. بنلاقي الجونه بيجيب ظهير ايسر اجنبي، بنلاقي انديه الاهلي علي معلول ظهير ايسر اجنبي. ففي اكتر برضه من نادي جايب ظهير ايسر اجنبي، فدي فيها ازمه. يمكن الديفندر برضه يمكن من المراكز اللي برضه محتاجين فيها شغل او محتاجين فيها تدعيم في المنتخب الفتره اللي جايه. عايزين نطلع برضه من ثنائيه طارق حامد ومحمد النني. بقى لهم فتره كبيره بيلعبوا والاثنين مميزين. أكيد. وانا مفيش خلاف ان هم الاثنين يلعبوا. أكيد. ولكن البديل بتاعهم احنا بقى لنا فتره بندور على البديل بتاعهم. صحيح. في تناوم ما بين اللعيبه في مصر كلها على ان هم يكونوا بديل في منتخب مصر في المركز ده. برضو من ضمن المراكز اللي محتاجين الجهاز الفني يحط عينيه على لاعب او اثنين، ويتم اعدادهم بصوره كويسه ان هم يكونوا بدلة لطارق حامد ولمحمد النني، ويشاركوا في المباريات سواء وديه او في التصفيات بصوره كويسه. لان ممكن نتفاجئ في وقت من الاوقات او في بطوله، ويمكن حصلت ان طارق حامد بيتصاب او النني بيتصاب. صحيح. فمحتاج المركز ده برضه تدعيم في المنتخب. طيب بشكرك جدا استاذ محمد السيد الناقد الرياضي في الاخبار المسائي، نورتنا النهارده في كلام في الميديا. بشكرك جدا. شكرا مشاهدينا، شكرا لمتابعتكم لينا. اشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد على حضراتكم.